ولذلك من ليس من الحفاظ الكبار يشق عليه تتبع الحديث في صحيح البخاري. وقد وفق الشيخ محمد الخضر بن سيدي عبد الله بن مايابة رحمة الله على الجميع، فألف كتابه كوثر المعاني الدراري في شرح صحيح البخاري، وابتدأه بتخريج كل حديث من البخاري نفسه. إذا كان البخاري أخرج هذا الحديث يذكر لك المواضع التي أخرجه بها والفروق في الأسانيد والفروق في المتن، فيحشر لك ذلك في موضع واحد. وإذا كان لم يخرجه إلا في موضع واحد ينبهك على ذلك، وإذا كان انفرد به عن مسلم ينبهك على ذلك، وإذا كان مسلم أخرجه معه يبين لك ذلك. فكان كتابه تخريجاً لصحيح البخاري من صحيح البخاري. وهذه الطريقة لم يسبق إليها، فالذين شرحوا الصحيح والذين تتبعوه يذكرون أن هذا الحديث جاء في موضع كذا في موضع كذا، لكن لا يقصدون بذلك الحصر ولا حصر الطرق. وقد طبع بعض كتاب الشيخ محمد الخضر إلى نهاية الحج، ونسأل الله أن ييسر طباعة بقيته، فهو كتاب نافع مفيد. وجاء بعد صاحبي الصحيحين عدد من المؤلفين الذين اشترطوا الصحة، منهم أبو عبد الله الحاكم النيسابوري فقد ألف المستدرك على الصحيحين، ومنهم كذلك الإمام المقدسي فقد ألف المختارة في الأحاديث الصحيحة، ومنهم كذلك ابن السكني فقد ألف الصحيح، ومنهم ابن الجارود فقد ألف المنتقى في أدلة الأحكام وشرط فيه الصحة. فكانت هذه الكتب كلها مشروطة الصحة، ليس فيها حديث إلا وهو صحيح على شرط مؤلفها. وكذلك صحيح ابن خزيمة وصحيح ابن حبان فهما صحيحان على شرط صاحبيهما، وما ينتقد عليهما كما ينتقد على ابن حبان من التساهل لا يخالف شرطه، فهو لم يخرج عن شرطه الذي شرطه في الكتاب. لكن قد لا يرى بعض الناس أن هذا الشرط كاف في تحصيل الصحة. وألف آخرون على طريقة السنن كطريقة الموطأ والمصنفين وسنن سعيد، ومن ذلك السنن التي اشتهرت وهي سنن أبي عيسى محمد بن عيسى بن ثورة الترمذي، وسنن أبي سليمان أبي داود أقصد سليمان بن الأشعث السختياني، وسنن أبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي، وسنن محمد بن يزيد بن ماجه القزويني، وبعدها سنن الإمام الدارمي رحمة الله على الجميع. فهذه سنن ألفت على طريقة السنن، وتبعهم على هذا أيضا الإمام الدارقطني فألف كتاب السنن على هذه الطريقة، إلا أنه معلل فيذكر بعد الحديث الحكم عليه غالبا. وتبعه على ذلك أبو بكر البيهقي فألف كتاب السنن الكبير وكتاب السنن الصغير على طريقة السنن أيضا. ثم جاء آخرون فألفوا على طريقة المسانيد، لم يرتبوا على أبواب العلم وإنما رتبوا على حسب الرواة. فمنهم الذين رتبوا على حسب أحاديث الصحابة، وهؤلاء هم أصحاب المسانيد، فيذكرون الصحابي مثلا مسند أبي بكر الصديق، ثم يذكرون الذين رووا عنهم مرتبين، فيرتبونهم إما على حسب الفضل والسابقة كما رواه علي بن أبي طالب عن أبي بكر الصديق، ثم ما روته عائشة عن أبي بكر الصديق وهكذا، ثم بعد ذلك ما رواه عنه غيرهم من الصحابة، ثم ما رواه عنه التابعون، وهكذا بعد مسند أبي بكر مسند عمر، ثم مسند عثمان، ثم مسند علي، ثم مسند باقي العشرة، وهكذا مسند أمهات المؤمنين، حتى يأتوا على الصحابة على هذا الترتيب. ومن أول من ألف على طريقة المسانيد أبو داود الطيالسي، ومسنده قد استوعبه البيهقي في سننه.
وبعده الحميدي شيخ البخاري وهو شيخ أهل مكة، فقد ألف المسند أيضا على هذه الطريقة. ثم بعد ذلك الإمام أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني إمام أهل السنة، فقد ألف المسند الكبير، فكان موسوعة في الحديث قل لها النظير، ولم يخرجه للناس، وإنما رواه عنه فقط ابنه عبد الله، ولم يخرجه عبد الله للناس، زاد فيه من روايته عن غير أبيه ومن روايته عن أبيه في غير المسند، ولم يخرجه للناس، وإنما رواه عنه أبو بكر القطيعي وحده، لكن رواه الناس عن القطيعي فاشتهر وانتشر بعد ذلك. ومثل ذلك أيضا مسند البزار، وهو مسند كبير حتى سمي بالبحر الزخار، وهو معلل، ولذلك لم يتم في المساند المعللة، عادة يموت أصحابها قبل إكمالها، كمسند يعقوب وعدد من المسانيد التي هي معللة، معناها يحكم على الأحاديث فيها وتذكر عللها والاختلاف فيها، فهذه لا تكمل عادة لصعوبتها. وألف آخرون كتبا مختصة في أبوابها، منهم من ألف في التفسير فقط كابن ماجة، فقد ألف كتاب التفسير، وروي عن الإمام أحمد أنه ألف كتابا في التفسير أيضا، الأحاديث الواردة في التفسير فقط على ترتيب القرآن. ومنهم من ألف في الزهد، وقد ألف عدد من العلماء فيه، منهم الزهد للإمام أحمد، والزهد لأسد السنة، والزهد والرقائق لعبد الله بن المبارك، والزهد لابن أبي عاصم وهو ابن شيخ البخاري وهو تلميذه ومؤلف السنة، وغير ذلك من الكتب التي هي تحت عنوان الزهد. وألف آخرون في العقائد فقط، الأحاديث المختصة في العقائد، سموها السنة، مثل السنة للإمام أحمد، والسنة للخلال، والسنة لعبد الله بن الإمام أحمد، والسنة لأبي داود، والسنة لابن أبي عاصم النبيل، وغيرها من الكتب التي تسمى بالسنة. ومنهم من سمى كتابه بكتاب الإيمان كالإمام ابن منده، فقد ألف كتاب الإيمان الكبير وهو مطبوع في مجلدين. ومنهم من سماه كتاب التوحيد كالإمام أبي بكر بن خزيمة، فقد سمى كتابه كتاب التوحيد، فذكر فيه أحاديث العقائد. ومنهم من اختص من التوحيد بباب فقط، مثل العلو للعلي الكبير للذهبي، وعدد من المؤلفين الذين ألفوا في بعض الصفات فقط، كالبيهقي ألف كتاب الاعتقاد وكتاب الأسماء والصفات، ومثل ذلك أيضا شيخه الدارقطني فقد ألف كتاب الصفات وهو كتاب صغير. ومنهم من ألف في الأحكام فقط، أي في أدلة الأحكام، ولم يتعد ذلك. وهؤلاء عدد، من أوائلهم الإمام أبو داود سليمان بن الأشعث، فكتابه السنن ليس مثل غيره من السنن، يختص فقط بالأحكام، ولذلك أول باب فيه باب الخروج إلى الخلاء، وهو بخلاف السنن الأخرى كسنن الترمذي مثلا، تجدون فيه كتاب التفسير، وتجدون فيه كتاب الفضائل، فضائل الصحابة، وتجدون فيه السير والغزوات، وهذه لا توجد في سنن أبي داود. فأبو داود قصر كتابه على السنن، ولذلك كتب رسالة إلى أهل مكة يقول فيها: هذا كتاب السنن، جمعت لكم فيه 4800 حديث كلها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكلها في الأحكام، فما كان صحيحا بينته، وما كان ضعيفا ذكرته، وما سكت عنه فهو صالح إن شاء الله. واستهرت هذه برسالة أبي داود إلى أهل مكة. ومنهم الإمام ابن الجارودي، فكتابه المنتقى مختص بأدلة الأحكام. ومنهم كذلك عدد من المتأخرين الذين بدأوا يجمعون أدلة الأحكام من الحديث، منهم من اشترط الصحة في ذلك كالإمام المقدسي، فعمدة الأحكام جمع فيها 400 حديث كلها إما في الصحيحين أو في أحدهما، وهي كلها من أدلة الأحكام.
ومنهم من جمع أقل من ذلك كالمنذري، فقد ألف 40 حديثاً في أدلة الأحكام تختص بأدلة الأحكام، وهي 40 المنذرية. وألف ابن تيمية الجد، وهو عبد السلام ابن تيمية رحمه الله، كتابه منتقى الأخبار من أدلة الأحكام من الأخبار، وهو أدلة الأحكام من الحديث، وهو كتاب جامع ذكر فيه أكثر من 5000 دليل من الحديث من أدلة الأحكام، وهو الذي شرحه الشوكاني رحمه الله بنيل الأوطار، وكذلك الحافظ أحمد بن علي بن محمد بن حجر العسقلاني ألف كتابه بلوغ المرام من أدلة الأحكام، وقد جمع فيه ما يستدل به أصحاب المذاهب الأربعة تقريبا من الأحاديث، سواء منها ما كان صحيحا وما كان حسنا وما كان ضعيفا، وعلق عليها فذكر ضعف الضعيف والاختلاف عليه وما يتعلق به، وختم كتابه بباب جامع مهم جدا في الآداب الشرعية وما روي فيها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، آداب طلب العلم، آداب السفر، آداب الأكل، آداب الشرب، آداب النوم، آداب السواك، إلى غير ذلك من الآداب. فكان كتابا نافعا وضع الله عليه القبول، وقد شرحه كثير من العلماء، ومن أحسن شروحه شرح الأمير الصنعاني المسمى بسبل السلام. وكذلك أصحاب المذاهب ألفوا لأدلة كتبهم، أدلة مذاهبهم أقصد، فمنهم مثلا في المذهب المالكي الحافظ عبد الحق الإشبيلي، فقد ألف كتاب الأحكام الكبرى والأحكام الوسطى والأحكام الصغرى في أدلة المذهب المالكي. والأحكام الوسطى اشتهرت ووضع الله عليها القبول، وخدمها الإمام أبو الحسن علي بن القطان بكتابه المشهور الذي سماه بيان الوهم والإيهام، فاستدرك على عبد الحق ما صححه من الضعيف وما ضعفه من الصحيح وما وهم فيه وما أخطأ، فكان الكتاب نافعا جدا، وقد طبع ولله الحمد، كما طبعت الأحكام الوسطى وطبعت الأحكام الصغرى قديما، وبقيت الأحكام الكبرى إلى الآن لم تطبع. واجتهد آخرون فألفوا في أشراط الساعة وما يتعلق بها كتبا مختصة في الحديث، فكانت كتب الحديث على هذا منوعة تنوعا كبيرا، لكن ترجع في عموم ذلك إلى 4 أقسام. القسم الأول ما ألف على طريقة السنن والموطئات والمصنفات مما هو مرتب على أبواب العلم كالصحيحين وغير ذلك. القسم الثاني ما هو مؤلف على طريقة المسانيد على اعتبار ترتيب الصحابة، وهذا مثل مسند الإمام أحمد ومسند البزار وغيرهما. القسم الثالث ما كان مؤلفا على طريقة المعاجم، وذلك على طريقة الشيوخ، يرتب الحديث على طريقة الشيوخ، فمثلا الطبراني رحمه الله ألف 3 معاجم، هي المعجم الصغير والمعجم الأوسط والمعجم الكبير، فالمعجم الصغير اختار لنفسه 1000 شيخ من شيوخه، 1000 شيخ، كل شيخ يروي عنه حديثا واحدا أو حديثين ولا يزيد عن ذلك، فرتب الشيوخ على حروف المعجم، فبدأ أولا بالأحمدين ثم بالإبراهيمين، وترتيب حروف المعجم أن يبدأ بالإبراهيمين قبل الأحمدين، لأن الباء بعد الهمزة مقدمة على الحاء بعد الهمزة، ولكن أحمد أفضل من إبراهيم، فلذلك بدأ بأحمد قبل إبراهيم. والمعجم الكبير جمع فيه فأوعى، وأضاف إليه كتاباً في الأحاديث الطوال، الأحاديث الطويلة جمعها وحدها. والقسم الرابع هو ما كان مختصاً من المؤلفات بعلم مخصوص كأدلة الأحكام وكالعقائد وكالزهد وغير ذلك من المؤلفات الحديثية. وقد جاء بعض المتأخرين فألفوا بعض التآليف التي ليست على هؤلاء الطرق الأربع، وإنما قصدوا بها جمع عدد محصور من الأحاديث يقصد حفظه للبركة والاندراج في سلك حفظة السنة، فإن حفظ السنة ينور بصائر طلبة العلم
ويدلهم على الجنة. وقد ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده، ومن أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه. وصح من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها، فرب حامل فقه ليس بفقيه، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. وهذا الحديث محتمل لأمرين: محتمل للخبر والدعاء، فإذا كان خبرا فهو صدق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يكذب، فقد قال: نظر الله امرأ، ونظره معناها جمله فجعله كالنضار الذي هو الذهب. نظر الله امرأ سمع مقالتي، وهي الحديث، فوعاها حفظها فأداها كما سمعها، فرب حامل فقه ليس بفقيه، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. والاحتمال الثاني أن يكون الحديث دعاء، ودعاء النبي صلى الله عليه وسلم مستجاب، فهو يدعو لمن حفظ حديثه وأداه كما سمعه، لم يزد فيه ولم ينقص منه ولم يغير، أن الله ينظره. نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها. وبما أن حفظ الكتب الطويلة تقصر دونه الهمم، وبالأخص أنها في أغلبها ألفت بأسانيد أصحابها، والإسناد في اللغة مصدر أسند الشيء إذا اعتمد به على غيره، والسند يطلق على ذروة البعير لأنها تسند الراحلة، تسند الرحلة، فلا يرجع الرحل إلى الوراء. ولذلك قال عنترة: أبقى لها طول السفار مقرمدا سندا ومثل دعائم المتخيم. فهو يصف ناقته فيقول: أبقى لها طول السفار، كثرة الأسفار، مقرمدا سندا، وهو ذروتها وسنامها، ومثل دعائم المتخيم أرجلها الأربع، فهي مثل دعائم المتخيم أي باني الخيمة، والخيمة هي البيت الذي يتخذ من الشجر، فالخيمة لا تكون إلا من الشجر في الأصل. وسند الحديث هو الذي يعتمد عليه، فالإسناد نسب الحديث، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. ولذلك كان الحديث ينقسم إلى سند ومتن، فالمتن هو الكلام النبوي أو الفعل النبوي أو المروي عن النبي صلى الله عليه وسلم، والإسناد الرجال الذين رووه. والإسناد في الزمان الأول كان درجة واحدة، أي ما يحدث به المحدث لكل حديث بإسناده إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكل حديث له إسناد في ذلك الزمان. ثم جاء بعد ذلك المؤلفون فألفوا الكتب، فكان الكتاب الواحد فيه عدد كبير من الأسانيد لهم، لأن كل حديث يذكرونه بإسناد أو إسنادين أو أكثر. ثم جاء الرواة بعد التأليف فحفظوا الكتب، فكان لهم الدرجة الثالثة من الإسناد كأسانيدنا نحن الآن إلى البخاري مثلا. فهذا الإسناد منك إلى صاحب الثبت، ومن صاحب الثبت إلى البخاري، ومن البخاري إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ثلاث درجات. فالإسناد منك أنت إلى صاحب الثبت كالحافظ ابن حجر، وكالإمام النووي، وكالإمام المزي، وغيرهم من أصحاب الأثبات، وهم الذين ألفوا أسانيدهم فجمعوها في كتب. هذا الإسناد عادة يكون إسنادا واحدا، تقول: حدثنا فلان قال، حدثنا فلان قال، حدثنا فلان، إلى صاحب الثبت، وصاحب الثبت يذكر لك أسانيده فيقول: أروي صحيح البخاري من 19 طريقا الإسناد الأول عن فلان إلى آخره، والثاني، وأروي صحيح مسلم من 13 طريقا الطريق الأول، وهكذا، فيأتي بثبته. ثم بعد ذلك إسناد صاحب الكتاب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يختلف. مثلا البخاري لديه الثلاثيات، وهي 24 حديثا بين البخاري فيها وبين النبي صلى الله عليه وسلم فقط ثلاثة رجال يرويها البخاري عن يزيد بن أبي عبيد
يروي البخاري عن المكي بن إبراهيم عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذه تسمى الثلاثيات. ومثل ذلك عنده الرباعيات والخماسيات والسداسيات، كلها في صحيح البخاري. بعض الأحاديث بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم فيها فقط ثلاثة، وهذه أعلى شيء، وهي التي تسمى الثلاثيات. وبعضها بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم فيها أربعة، وهذه التي تسمى بالرباعيات، وهي ما رواه عن أصحاب مالك عن مالك عن نافع عن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. في البخاري مثلا يحدث عن عبد الله بن مسلمة القعنبي، أو عن عبد الله بن يوسف التنيسي، أو عن يحيى بن يحيى التميمي، أو عن يحيى بن قزعة، أو عن عبد الله بن وهب. فهؤلاء جميعا يرون عن مالك بن أنس عن نافع عن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيكون الحديث رباعيا، أي بين البخاري فيه وبين النبي صلى الله عليه وسلم أربعة رجال هم تلميذ مالك، ثم مالك، ثم نافع، ثم ابن عمر، أربعة رجال.